معانا على الهاتف كابتن مجدي عبد العاطي، واحد من نجوم يعني كره القدم المصريه والمدرب العام الحالي لفريق الانتاج الحربي. تحياتي ليك كابتن مجدي، وحشني. خليك انت اكتر والله. اخبارك ايه؟ ومبروك الماتش اللي فات، ومبروك كابتن مختار طبعا. ربنا يخليك كابتن فاروق. الحمد لله، يعني الماتش كان مهم جدا بالنسبه لنا الاخير ده امام نادي الاسكندري، وكان مكسب الحمد لله، كان بيحطنا في منطقه يعني قريبه شويه من المنطقه الأربعة اللي فوق يعني، وبيبعدنا شوية عن المنطقة اللي كانت زحمة شوية من 22 لحد 30. فالحمد لله يعني إن شاء الله تبقى دفعة بالنسبة للعيبة ولينا كجهاز إن إحنا نكمل إن شاء الله، إن شاء الله ونروح لها بعد من كده. إن شاء الله في صعوبة أكيد في مباراة الاتحاد يا كابتن، إن النادي الاتحاد كان يعني أنت شايف مركزه أو وضعه في جدول الدوري أكيد كان محتاج المباراة، فكانت في صعوبة بالنسبة لهذه المباراة خاصة بالنسبة لفريق الإنتاج الحربي. بالتاكيد، وفرقه كمان الاتحاد كانت فاروق من الفرق من اكثر الفرق اللي دعمت في شهر يناير، وضمت لعيبه مميزه جدا جدا. كانت عامله معاهم فارق لولا مباراه الاهلي، اعتقد ان هي كان لها تاثير سلبي عليهم في على الاداء والنتيجه. والحمد لله احنا قدرنا نستغل ده وقدرنا نخطف مباراه الشوط الاولاني، كان لعيبه عندها تركيز واصرار في الشوط الثاني كمان هي تنهي المباراه، لولا بس حاله عدم التركيز والتراخي شويه في اخر 10 دقائق دخلت نادي الاتحاد معانا في الجيم. لكن الحمد لله بقول المكسب كان مهم جدا بالنسبه لنا، وزي ما قلت لحضرتك ان هو كمان العامل النفسي اللي كان مؤثر على فرقه الاتحاد، خاصه ان يوم المباراه دي فرقه وادي دجله كسبت بتروجيت وعادت الاتحاد السكندري، كان موقفه بالصعب، وده عمل برضه ضغط على لعيبه الاتحاد شويه ان هم راحوا لمنطقه الخطر، والحمد لله احنا اشتغلنا على العامل ده وقدرنا الحمد لله. ما خفتوش يا كابتن في الدقائق الاخيره؟ يمكن الاتحاد احرز هدفين وكان خلاص يعني لو في وقت كانت الامور اتصعبت. انا عارف انا عارف ان انتوا يمكن كابتن مختار وانت واحد طبعا من نجوم مصر والمهاجمين المميزين دائما، انتوا كنادي الانتاج الحربي وانتوا كجهاز فني ما بتروحوا في اي حته بتحطوا الحته او النزعه الهجوميه بشكل كبير في اي فريق. يمكن الحمد لله يمكن الكابتن مختار كمان من زمان جدا من ايام ما كان ماسك بتروجيت. صحيح. دايما انا كنت معاه مجدي، ما انت عارف. طبعا. وكمان كنت في الاهلي كمان، عارف كابتن مختار كويس، عارف بيفكر ازاي. انت كنت من المهاجمين المميزين. حبيبي يا مجدي، وانت لا انت يعني ازاي انت ما شاء الله عليك. الكابتن مختار دايما بيبقى الطريقه بتاعته طريقه فيها هجوميه، وبيدي كمان ثقه لخط الفيرود بالنسبه له، دايما بتلاقي الفيرود اللي معاه او خط الفيرود ايا كان راس الحربه او الاثنين اللي تحتيه بيبقوا مميزين جدا او بيأدوا ادوار هجوميه، لانه دايما الكابتن مختار بيطالب من كل الناس حتى الناس اللي بتوع نص الملعب كمدرات ان هم يكملوا، لانه بيبقى محتاج دايما يشوف زياده عدديه في منطقه ال 18 عشان هو دايما بيسعى للفوز، حتى لو احنا كنا في نادي ما بينافسش على المقدمه زي مثلا السنه اللي فاتت لما كنا في الاتحاد السكندري، او السنه اللي فاتت مع الانتاج الحربي. دايما بيحس كل اللعيبه ان هي دايما لازم نلعب على الفوز، دايما يبقى في زياده عدديه من الناس اللي تحت الفيرود والفيرود والنص الملعب عشان يعملوا الحاله الهجوميه اللي هو بيسعى لها يعني، ودايما بتلاقي دايما الفراوده معاه متألقين يعني الحمد لله. انا عايز اكلمك على خالد قمر، يمكن احرز هدفين حتى الان، تعاملتوا معاه نفسيا في عدم يعني في ظل عدم مشاركته مع نادي الزمالك، ودلوقتي ما شاء الله وبيحرز هدفين معاكم حتى في ظل وجوده مع فريق انتاج الحرب يا كابتن. يمكن كابتن فاروق الناس كتير كانت يعني مستغربه جدا ان احنا سيبنا عمر السعيد في التوقيت ده لوادي دجله، وما كانوش على علم ان عمر كان عقده بينتهي في نهايه السيزون يعني، وكنا لازم نستفادوا منه يعني. بالظبط، نستفاد واللاعب كمان يستفاد برضه. صحيح. فكان لازم يبقى في تعويض لغياب عمر السعيد، خصوصا ان هو من هدافين الدوري، بحد يقدر يقوم بالدور اللي كان بيقوم بيه عمر السعيد بالنسبه لنا. احنا كان لنا تجربه مع خالد قمر قبل كده في الاتحاد السكندري، كان قاعد فتره كبيره مصاب وما كانش بيلعب في نادي الزمالك، جه معانا والحمد لله رجع للمستوى بشكل كبير جدا، لدرجه ان هو في يناير المستشار منصور طلب ان هو ينهي الاعاره ويرجعه تاني لنادي الزمالك، فاحنا لينا تجربه الحمد لله كويسه مع خالد قمر، وكنا متاكدين او يعني شايفين ان هو خالد هيبقى يقوم بالدور اللي كان او يكمل الدور اللي كان ماشي عليه عمر السعيد، والحمد لله ده في الاول وفي الاخر هو توفيق من ربنا. صحيح. واحنا الحمد لله بنشتغل على قد ما بنقدر يعني انا نوصل الناس للحاله اللي هم
نتمنى ان هم يبقوا عليها يعني. اخيرا كابتن مجدي خليني اكلمك على هدفكم بقى، يمكن انتوا في المركز السادس مش بعيد خالص عن يمكن الزمالك في المركز الرابع، مش بعيد في عدد النقاط يا كابتن، 32 نقطة، نادي الزمالك 39 نقطة، يعني مش بعيد خالص. أنا مش عايزين نبقى مبالغين شوية في أحلامنا كابتن، احنا واقعيين، الكابتن مختار والجهاز احنا واقعيين جدا، احنا كنا بنمشي مرحلة بمرحلة، احنا في بداية الموسم كنا مغيرين التيم بشكل كامل، يعني يمكن كان عند في 18 لعيب من السنة اللي فاتت مشيوا، وضمينا حوالي 14 أو 15 لعيب، فكان في تغيير جذري بالنسبة للفريق ككل يعني. فبالتاكيد انت لما بتبقى مغير بالشكل ده ما بتبقاش في السنه الاولى بتطمح ان انت توصل للتوب فورم بتاعك، لا بالتاكيد بتبقى محتاج تبقى خطوه بخطوه. احنا كنا كلام كابتن مختار ومجلس الاداره ان احنا نبقى موجودين السنه دي في المنطقه الدافيه، ان احنا نبقى مش مهددين من المجموعه المهدده يعني من الفرق من بدري، ان احنا ما نوصلش للراوند الثاني واحنا في خطر بالنسبه لنا، والحمد لله احنا لحد الان ناجحين بشكل كبير. صحيح. ماشيين بشكل سليم في الخطه اللي احنا كنا متصورينها. في طموح بالتاكيد بيزداد مع الوقت ومع وده حق مشروع بالنسبه لنا. اكيد. انت لما تشوف النتائج ولما تشوف الفرقه بتوصل للمستوى اللي انت كنت بتحلم بيه يعني في اول الدوري، بالتاكيد بيبقى عندك طمع او طموح ان انت توصل لابعد من كده، فده صحيح. الفتره الجايه كابتن مختار بيتكلم على اللعيبه ان احنا الحمد لله وصلنا لفورمه كويسه جدا، بقى في تكامل بشكل كبير، بقى في ثبات في التشكيل، بقى في تصاعد في المستوى، ليه؟ لان احنا ما بنبصش لفوق، ما بنبصش ان احنا نوصل للمربع الذهبي، وده كلام برضو بيتكلمه دايما كابتن مختار مع اللعيبه، ان شاء الله يبقوا متفاهمين ومركزين للفتره الجايه ونقدر نوصل ان شاء الله لل انتوا عندكم المباراه قادمه من فريق جريح من النادي الاهلي وقانون العرب، طبعا يعني الامور صعبه برضه في المباراه القادمه يا كابتن مجدي. وكمان المقاولين الدور الاولاني كسبنا في ملعبنا 3-1، كان بادئ الدوري كابتن عوده مع الفريق المقاولين كان مادي نتائج كويسه جدا، وكانت اللعيبه بتاعته الفورمه بتاعتها عاليه جدا، لكن كابتن مختار متكلم على اللعيبه ان احنا المباراه دي بالنسبه لنا لازم تكون يعني مش عايز اكبر الموضوع قوي اقول حياه وموت والجو ده، لكن على الاقل هو رد اعتبار بالنسبه للفرقه جت كسبتنا على ملعبنا، لازم ان شاء الله باذن الله كمان هو كمان نقطه خاصه بالنسبه لنا، احنا 32 بونت هم 31، فالماتش ده فارق بالنسبه لنا وبالنسبه لهم يعني بشكل كبير. توفيق يا كابتن مجدي يا رب ان شاء الله، وطبعا يعني مجهود كبير جدا اكيد بتقوموا بيه كابتن مختار طبعا واحد من المدربين والمديرين الفنيين المميزين، وايضا كابتن مجدي عبد العاطي يعني ان شاء الله مستقبل باهر ان شاء الله في مجال التدريب، واحد من اللعيبه المميزه والفراوده المميزين جدا.